السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، واتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. كما تعرفوا الاخوان ديالي ان وزارة العدل يعني في اي وزارة او اي وزير مثلا تتسالي المدة ديالو ديال الخدمة ديالو للمنصب ديالو او حتى رئيس دولة، من تيجي الرئيس خلف ليه يعني في المهمة تيقوموا بواحد الحفل ديال حفل رسمي بطبيعة الحال تسلم فيه الكرسي والمنصب ديالو للرئيس اللي غيجي بدلا عنه ليقوم بمهام رئيس الدولة. كذلك الوزراء كذلك اي وزير يعني متبقاش في المنصب ديالو بطبيعة الحال تكون واحد الاحتفال مثلا في الوزارة، مثلا ماتيو سالفيني وزير الداخلية السابق ما قامش بهذه الرسميات ديال تسليم الكرسي او المنصب ديال الوزارة الداخلية يسلموا للوزيرة الجديدة اللي هي لوتشانا لامورجيزي كما تعرفوا، اللي من بعد ما قامت بالقسم أمام الرئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا مشات للوزارة، كان في استقبال ديالها بعض الموظفين، تلاقات مع القائد ديال الشرطة اللي كاين تمايا، كانت مشاورة معه، ولكن السيد ماتيو سالفيني ما كانش وما قدمش يعني داك ما قامش بداك الاحتفال الرسمي اللي خصو يكون حاضر فيه باش يسلم ليها يعني الكرسي، ولو انه راه انفوا هي سبق قدمت القسم هو ما بقاش وزير الداخليه، لانه كاين دابا ما عارفين في شي منتجعات ما عارفين داير بعطله يعني واخد عطله ديالو وضرب بعرض الحائط جميع الشكليات وجميع الرسميات ديال الدولة لغاية أنه شو واحد شبه أنها وقاحة سياسية. رغم أنه كما قلت لكم وزير الداخلية سالفيني كان ديجا قال أنه يعني لا يجي في المنصب ديالو غادي يقدم ليه، وهي خصوصا أنه يقدر يقدم ليها مثلا نصائح ويساعدها يعني باش تشد المنصب ديالها وتقوم بالمهام ديالها، الا انه خالف هذاك الوعد ديالو اللي قال، وبالعكس غادي يزيد مثلا دابا بانه غادي يزيد يحارب هذه الحكومه هذه، يكون على يقين بانه غادي يحارب هذه الحكومه هذه بشتى الوسائل، بالبرلمانيين اللي كاينين في اللي تابعين لا ليغا اللي كاينين في البرلمان على مستوى البلديات والعمالات كذلك، يعني غادي يقوموا بحرب ما غاديش يسكتوا، غادي يقوموا بحرب باش يصابوطيو بالعربية باش يصابوطيو هاد الحكومة اللي كاينة، وهاد الحكومة اللي هي أصلا يعني باقي فيها مشاكل، مثلا كان مشكل ديال الإيميغراسيون كيما الحزب الديمقراطي طرح واحد مسألة بأنه خصو يكون قانون جديد بالنسبة للمهاجرين، حركة خمسة نجوم تيقولوا تيردوا عليهم بأنه المسألة ديال الهجرة دابا ما مطروحاش على الطاولة. المهمة ديال الحكومة اللي كاينة دابا ما غاديش تكون سهلة أمام المعارضة الشرسة ديال لا ليغا نورد وكذلك ديال فراتيلي ديتالي اللي تتزعموا جورجيا ميلوني كما تعرفوا، وغادي ينزلوا الساحات وغادي ينزلوا يعني يقوموا بمظاهرات تندد يعني بمصداقية هاد الحكومة اللي كاينة. ما نتمناه هو أن الحكومة ما توقعش في شي فخ، غادي تخدم المصلحة ديال إيطاليا والإيطاليين وكذلك المهاجرين. أتمنى نتلقى معكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.